أهلا بكم. تحفل الأغنية الشعبية بالكثير من التراث وبالكثير مما تحمله بين طياتها، سواء ذات الأغنية ذات التراث الجبلي والتي يتم استيرادها من منطقة الأندلس وعبر الموشحات الأندلسية، والتي ترجمت في العديد من مناطق المغرب بالكثير من الأنماط والتحولات. هذه الأغنية موضوعها الرئيس هو الحب والعشق أو العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة في صيغة عواطف ومشاعر ملتهبة. وهنا تأتي أغنية الغرام ما عنده دواء، أي الحب الذي لا دواء منه ولا شفاء. نقف عند هذه الأغنية، عند كلماتها وعند أبعادها في هذا الفيديو، على أمل أن نسير في نحت تاريخ الأغنية الشعبية وبعض من كلماتها. يستهوي المغرب التراث الجبلي بأغانيه، خصوصا تلك التي تتحدث عن الحب والمرأة وقصص الغرام. لهذا عمد المغاربة إلى هذه الموشحات وتغنى بها كثيرون. كلماتها تعكس رهفة العاشقين مثل قطرات الندى المبللة ومثل الزهرة والوردة التي تنبت في كل حديقة من حدائق غرناطة والأندلس، أو قطرة عرق على صدر غجرية هيفاء. رقيقة الخصر تعمل على رقص الفلامينغو دون عياء أو كلل أو ملل. تبدأ أغنية الغرام ما عنده دواء، أي الحب الذي لا دواء منه ولا شفاء، بدعوة من عاشق متيم يطلب من حبيبته أن تواصل بوحها بما يختلج في قلبها الصغير من مشاعر العشق والغرام تجاهه. تقول الأغنية: إيوا يا لالا، إيوا الغرام ما عنده دواء، يطيح مولاه في الخوا، أي في الفراغ. أي سرعان ما تتحول عبارة أيوة من طلب المضي في الكلام والسعي إليه إلى التحذير من أن تزل بك القدم إذا ابتليت بالغرام. تقول: قلتها لك وعيت من قولها لك، ساريت جميع البلدان ولا صبت بحالك. بمعنى هو حبيب واحد يسكن القلب ويشغل الفؤاد، ولا يمكن أن تجده في أي مكان إلا هنا بالقرب منها. تطلب من حبيبها أن يغني لها أغنية غني وأنا نسمع، وخجيني ديما من غرامك من شبع. ثم يشرع في الغناء: يا الوردة يا لالا، يا الوردة الرحرحة، فترد عليه حبيبته: نمشي معاك ما قديت، نجلس ما نفرحة. بمعنى أنها تريد أن تذهب معه ولكنها لا تستطيع، ولكنه من جهة ثانية أنه تعيش أنواعا من العذاب في حالة لحالات الهيام والعشق التي يستبد بها. ذاك هو حال الحبيبة وحال العاشقين والعاشقين داخل أغنية الغرام ما عنده دواء. انتشرت هذه الأغنية انتشارا كبيرا لدى جميع الأعمار بتسميات ومسميات متعددة وبأنماط متعددة، وتغيرت حسب المناطق المغربية، وتغيرت بعض من ملامحها، وتغيرت بعض من ألحانها وكلماتها، لكنها ظلت في الأصل تعبر عن لوعة العاشقين. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.